راح قاعد سيدنا ابو الحسن الشاذلي قدام سيدنا عبد السلام بن رشيد، وفي حاله حلو كان طفل رضيع، طفل بيض شايب، الجار كان عند سيدنا عبد السلام عيل صغير، فخده وحطه على عيبه زي ما اي واحد كده بيحنوا على طفل، وقاعد قدام شيخه ليحدث نفسه في قلبه، يقول انا هساله دلوقتي يقول لي اسم الله العظيم. ده بيكلم نفسه لسه، هو ما كلمش شيخه. فبص لقى الطفل الرضيع راح ماسكه من خناقه، قال له الاولى ان تكون انت اسم الله العظيم. الله. فكانت كرامه لشيخه امامه. ده سيدنا ابو الحسن الشاذلي. يعني ان تكون انت اسم الله الاعظم؟ ان تكون في كمال الاضطرار فيكون كل اسم اعظم. بس. مش الحكايه يعني حاجه سحريه تقولها كده انت في كمال الاستغناء. لكن ربك يجيب المضطر. فهمت؟ اما يجيب المضطر اذا دعاه. سيدنا علي بن العابدين كان يقول ايه؟ ادعوك دعاء الغريق الغريب الخائف المظلوم الذي لا يجد من ينصره ولا ياخذ بيده. غريق وغريب وفقير وكل حاجه. كل كمال النقص والفقر والذل. ساعتها بقى يبقى اي اسم يقوله هو اسم الله الاعظم. خدت بالك ازاي؟ يا حنان يا ماما ما ورق ورق صيغ كثيره صيغ كثيره دي صيغه وبعدين في صيغه ثانيه برضو ان الرسول صلى الله عليه وسلم التمسوه في اول سوره ال عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم وقال التمسوه في ايه الكرسي وقال التمسوه في الهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم واخد بالك ازاي؟ طب ما كل الناس بتقول الحاجات واخد بالك وكل العلماء قالوا ان اسم الله الاعظم موجود في اول حزب البحث للامام الشافعي اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا علي مش كده؟ في اول حزب البحث قالوا ان اوله هو رفيع اسم الله الاعظم. المشكله ان هي هل اسم الله الاعظم ده ترتيبه يعني تحط مجموعه اسماء جنب بعضها؟ خدت بالك ازاي؟ الثاني اللهم اني اسالك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام ولا يعني الترتيبه دي على بعضها تكون الاسم الاعظم. فهل هي مجرد الالفاظ نفس اللفظ مع ترتيب الالفاظ اخرى؟ ولا هي حال الداعي؟ انا حاليا برجح ان هي حال الداعي والله اعلم. فهي حالك لو كنت مضطرا وشاعرا بالاضطرار في كمال وكمال الخضوع لله عز وجل بقى معك في نظرك خلاص فحيثما دعوت استجيب لك. اخبرنا بذلك الشيخ ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسين بن الخشاب قال حدثنا ابو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا ابو سعيد الخراج قال حدثنا ابراهيم بن بشار قال صحبت ابراهيم بن ادهم فقلت خبرني عن بدء امرك فذكر هذا. وكان ابراهيم بن ادهم كبير الشأن في باب الورع. الورع هو ايه؟ تعاطي ما تحقق حله. الورع هو تعاطي ما تحقق حله. أن تتعامل في كل أمورك بشيء حلال صرف بالإجماع. أما إن كان في خلاف تبعد عنه. قال يبقى الورع، الورع هو الفقيه. الفقيه يتعامل مع إيه؟ ما ظن حله. مش كده بس؟ الفقيه يتعامل مع ما ظن حله والورع يتعامل مع ما تحقق حله. وعلشان كده تجد ان دائره تعامل الورع اضيق من دائره تعامل الفقيه. الفقيه دائره تعامله اوسع والورع يبعد. فهمت ازاي؟ يبقى الورع اصل ليها تعريفات كتير انا بحب اقول لك تعريف عشان ايه يستقر ذهنك تمشي بيه على طول ريح نفسك. لكن لما بتكسر التعريفات وتطول بتلاقي نفسك ساعات تنساه. مش هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهم امور مشتبهات؟ لازم تترك الحرام خلاص؟
والمشتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تركهن فقد استبرأ لديني وعرضه. يبقى ده الورع. يعني الورع عنده حلال وحرام، مفيش لا مكروه ولا لا، عنده حتى دائرة المشتبه يمتنع عنه وما يعملهاش ما يعتبرهاش حرام، لكنه يمتنع عنه لعدم تحقق حله. يعني هو ثلاثة، في حلال وفي حرام وفي مبتعد عنه متروك. المتروك ده غير متحقق حله، غير متحقق حله اللي هو مختلف فيه بين العلماء، المختلف فيه بين العلماء. فما فيش داعي ايه يضرب دماغه حاجه مختلف فيه. عارف يقول لك حلال والثاني يقول لك حرام والثالث يقول لك مكروه. زي الدخان، الدخان تلاقي العلماء مختلفين فيه، وان كان دلوقتي استقر الامر على انه حرام من الصغائر وليس حرام من الكبائر، فلا استقر الامر على كده دلوقتي. لكن قبل كده ناس قالوا انه مباح، في ناس قالوا انه مكروه. يبقى الورع ما يتعطاش الدخان اصلا، ملوش دعوه بيه بقى. الفقير يشرب الدخان يقول لك انه حلال، مش كده؟ ده فقير وده مسلم برضه حلو، لكن في فرق بين دول. درجه حساسيه ده مختلف عن حساسيه، خدت بالك؟ وكان ابراهيم بن ادهم كبير الشأن في باب الورع. يعني مثلا سمعنا عن سيدنا الامام ابو حنيفه، سمع ان المعزه السرد حرم على نفسه اكل المعيد لمده شهرين، حتى ما يرضاش يشتريها من السوق، لا عشان يكون اللي سرقها باعها والجزار علقها يطلع الوش. ده اسمه ورع، دي حاجه ثانيه. خدت بالك ازاي؟ يعني هم بيتعاملوا بقى مع نفسهم حاجه ثانيه. حرم على نفسه، ما حرمش على الام، ما قالش للناس يا اهل العراق ما تاكلوش اكل المعيد لمده حاجه بينه وبين نفسه. فهمت ازاي؟ ده الورع اللي هو ايه؟ تعاطي ما تحقق حله، والامتناع عمن لم يتحقق حلم. يبقى بمفهوم المخالفة ممكن تعرفها بمفهوم المخالفة الامتناع، وممكن تعرفها بالإخبار سيان، الاثنين حاجة واحدة. يحكى عنه أنه قال: أطب مطعمك ولا حرج عليك ألا تقوم الليل ولا تقوم النهار. تملي المبتدئ في العبادة مع الله أهم حاجة عنده يبقى صايم وبيقيم الليل وبيراعي القرآن، مش مهم بعد كده هو بيدخل في بطنه ده المبتدئ. لكن اللي فاهم اهم حاجه هو مدخل في بطنه. يبقى تحري الحلال دي عباده يغفل عنها كثير من الناس. تحري الحلال، اطب مطعمك ولا حرج عليك الا تقوم الليل ولا تقوم النهار، اي ايه؟ اي نافله يعني. ده احسن يقول لك ايه؟ شوف يقول لك ما تصومش رمضان. شوف سيدنا ابراهيم الارض يقول لك ما تصومش رمضان، يا عم انت بتشنع. ده بيتكلم على صيام التطوع. ما اصل في ناس قاعده على الواحد، وانا قعدت معاهم وعرفت زمان، قعدت معاهم زمان، بس هم بطلوا يقعدوا معايا وانا بطلت اقعد معاهم الحمد لله بقالي عده سنوات، الحمد لله ربنا عافانا منهم وعافاهم مني برضه. قاتب مطعمك ولا حرج عليك الا تقوم الليل ولا تصوم النهار. وقيل كان عامة دعائه: اللهم انقلني من ذل معصيتك الى عز طاعتك. وقيل لابراهيم ابن ادهم: ان اللحم قد غلى. الله، هو كان عايش اليومين دول؟ ده السؤال بتغلى من زمان. ده الواحد يوصل 26 باين كيلو ولا شغلان. ده الواحد كل ما يجيب اللحمه في اسبوع يجي الاسبوع اللي بعده يجيبها بسعر جديد. مش عارف، ربنا يرخص على الناس الاسعار. احنا عايزين والله لو عملنا، لو قدرنا بقى نعمل القصه بتاعت سيدنا ابراهيم ادم دي، لما قال له غلى اللحم قال لهم ايه؟ ارخصوه. قالوا ازاي؟ قال لا تشتروه، يبقى ببلاش وخلاص. وتعرف ان دي فعلا لو الناس امتنعت عن اكل اللحم لمده شهر واحد حيط، لان الجزارين هيذبحوا لي. لا، ما هو حتى بيذبحوا ويعلقوا ما حدش جه اشترى، خلاص مش هيذبح. يوم الثروه الحيوانيه تقعد فتره تزيد عدد، تبص تلاقي بعد كده العجول يرخص تماما، تبص تلاقي سعر الكيلو بقى ايه؟ هو بعد شهر واحد الكيلو يبقى ب 15 جنيه، طب شهر كمان الكيلو ب 12، طب شهرين ب 9 جنيه، طب سنه بييجوا يتحايلوا عليه، ارجوك خدك ارجوك هيحمر عنك. تقول له لا انا مش حي، انا ماشي على مذهب سيدنا ابراهيم. مين ابراهيم ابن ادم ده؟
تلعب فعلا يعني. هم كان ناس فاهمين السوق ماشي ازاي يعني. الناس مش نايمين على ودانهم، مش عربات كده قاعدين في صوامع، لا ده عايشين في الدنيا وعارفين، واخد بالك ازاي، وكان عندهم فقه وفهم كبير ان السلع عرض وطلب، ان السوق ده عرض وطلب. حاجه غاليه خلاص ما تشتريها، اكتفى انتهي، صح ولا لا؟ شفت انت الناس لما تكلمت على الدينار العراقي؟ غير كان بتعريف واقل، اول ما انت كلبت عليه وصل قرشين وثلاثة سنين، وكان هيوصل اكثر من كده لان الناس تكلبت عليه. طب امتنع عنه خلاص، اول ما الناس قالوا ده الدولار هيغلى يغلى يبقوا يشتروا ان شاء الله 8 جنيه في ساعه، يقول له اي سعر هتكون تجار، كانوا بيقولوا كده بعض، اي سعر هتكون ان شاء الله ب 10 جنيه. وبعدين لما هديوا الامور شويه دلوقتي قاعد يخ وهكذا، فاي شيء حد الناس تجري عليه هيرجع. فقال ارخصوه اي لا تشتروه، وانشد في ذلك واذا غلى شيء علي تركته فيكون ارخص ما يكون اذا غلى. فعلا وفر ثمنه، وفر ثمنه خالص. هو كان اللحمه رخيصه، كان بياكل ب 100 جنيه لحمه في الشهر، لما غليت بطل اكل لحمه، يبقى وفر ال 100، صح ولا لا؟ يجيب بيه بقى طعم ايه؟ ده يغرق الحي كله طعم ايه؟ يا ياكل هو والجيران. أخبرنا محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قال سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت محمد بن حامد يقول، سمعت أحمد بن خضروي يقول، قال إبراهيم بن أدهم لرجل في الطواف اعلم أنك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات. ست عقبات أولاها، شوف أصل العلماء دول كلهم أهل التصوف دول ورثوا علم النبوة، تلاقي كلامه بيعظك كلام كأنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن النبي ما قالوش، كله حكمة، كلامهم كله حكمة، مع إنه ما قالكش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هم يدوروا مع بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل بما علم أو رضى الله عنه ما لم يعلم. يعني لو عمل بما عمل، لو انت عملت بما علمت مخلصا لله، ربنا يجري حكمة على لسانك، بقى بص تلاقي يطلع منك كلام الناس تقولوا ايه ده؟ كعليم نور النبوة، تلاقي الكلام كده عليه نور النبوة الواحد. ليه؟ لأن أصبحت وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتشوف انت كلامه تجده كده كله عليه مسحة نور النبوة، بالرغم ان هو مش ما فيهوش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كله فيه مسحة نور النبوة. بيقول له اعلم انك لا تنال درجة الصالحين حتى تجوز ست عقبات، اولاها تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة. تغلق باب التنعم والترفه، يعني النعمة يعني تغلق باب الترفه والتنعم والتعلق بالنعم والنظر اليه وانتظار حدوثه والتشوق اليه، تغلق هذا الباب من باب، وتفتح باب الشدة اي الاجتهاد في العباده والطاعه والرضا بالقليل والقناعه بما قسمه الله لك. والثانيه تغلق باب العز وتفتح باب الذل. وباب العز هي النظر للخصوصيه، الاعجاب بالنفس، الاعجاب بالقول. يغلق هذا الباب، يغلق هذا الباب ان هو يظن ان هو فوق الناس. وده اول باب سيدنا الخوار دل عليه سيدنا يا عبد الوهاب الشعراني، قال له ما تجيليش يا ابني لما تقبل ايد اقل الناس، لانه لاحظ في نفسه ان هو فاتح باب العز، شايف ان هو عالم كبير وعلمه كبيره وكل الناس جاهله مش فاهمه حاجه، هو شيخ كبير في الارض، شيخ الاسلام، كان شيخ الاسلام وكان مؤلف كتب وكان، لكن مش حاسس حلاوه العباده والطاعه، حاسس انه بيقول الكلام ما بيخش القلب، كل الناس بتهتدي بكلامه وهو الوحيد مش حاسس بحلاوه الكلام. فلما حس بقسوه الحجاب دلوه، قالوا له تروح للشيخ الخواص ده، يا راجل ما بيعرفش يقرا ولا يكتب وضيع دي بقى، الشيخ الكبير ده يروح. فقعد فتره مش عايز يروح، بقى انا اروح وانا الشيخ الكبير اللي بعلم الناس لواحد امي لا يقرا ولا يكتب، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعطي العلم لمن شاء. لحد ما قاطع بقى شدة ظلمة الحجاب راح، فلما راح له أول ما دخل عليه قال له إيه؟ قال له ما تجيليش يا ابني
الا لما تقبل ايد اقل منها. خرج من عند الشيخ عايز يقبل ايد اقل منها، قاعد يدور 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 فين اقل منها، مش لاقي. دخل سوق باب الشعريه من جنب بيته، قال والله انا شوف اقل منها، الناس جهله مش عارفه دول قاعدين في الشيخ، قاعد يبص اقل منها. لا واحده ست بتضرب وضعها، فجاء قال اه ده رزقها حرام وتفت بغفله وفي مصائب سودة، هي اللي اقل منها، مفيش اقل من كده. قعد جنبها عايز يقبل ايه؟ قالت له انت مش لاقي اقل مني؟ هو مش لاقي اقل منها. وبعدين في الاخر كان في باب الشعريه في باب حاره اليهود جنب باب الشعريه، فراح دخل على حاره اليهود في او في انجس منهم، مفيش انجس منهم، خلاص اقل منها. قال لي يهود هات ايدك واخرج وراح للشيخ. خلاص ما هو ده ايه؟ فراح حاره اليهود دخل كده قعد على دكه، لقى واحد قاعد مزيف وبتاع، يعني حاره اليهود بقى هيبقى ايه؟ فجاي قرب له منه قال له انت عايز ايه بس، حيران ليه ايه؟ شيخك قال لك اقبل ايد اقل الناس، قبل ايد نفسك وادخل له انت اقل الناس. فهمت ازاي؟ يبقى عايز يبين له انه يفتح باب الذل ويقفل باب العز. خدت بالك ازاي؟ يبقى اول حاجه مش هتدخل الا لما تكسر نفسك. لازم. وعشان كده كان زمان قبل الطريقه السجليه كانوا يأدبوا بعض المريدين بانه ايه؟ يخليه يقف يشحط على باب الجنه. يقول له ايه؟ يقول له اشحط. يقول له الشحات حرام يا عم الشيخ. قال له اكل الميته للمضطر. وانت مضطر. انت مضطر تقتل نفسك عشان تصل الى ربك، ولن تقتل نفسك الا اذا هزأت نفسك. اجري اشحت. خلي الناس تذل. فهمت ازاي؟ يقوم يعلموا الحكايه دي. كان في بعض الناس كده. سيدنا ابن عبيده في الحفل السعودي واخد بالك، وصل الى الله بالولايه بانه ايه؟ كان شيخ كبير، عالم كبير، راح لشيخه عايز برضه يصل الى الله، يكسر نفسه عشان يوصل لدرجه الذل. قال له ايه؟ قال له روح اشحط على باب الجامع اللي كنت واقف بتدي درس فيه وشيخ كبير، اقف اشحط. الله، يعني عايز يذل يكسر نفسه. وفعلا راح قعد يشحت يجي اسبوع، واللي يجي له يتطبق له بالليل. هو مش بيشحت لغرض الشحات انه ياخد يقتنع، ده هو عايز بيتعاطى تعاطي الدواء. فهمت ازاي؟ فيبقى اول حاجه تكسر، تغلق باب العز وتفتح باب الذل، تغلق باب الراحه واخد بالك نايم طول الليل وتفتح باب الجهد او الجهل، يقيم الليل ينتبه يكتب من ذكر الله عز وجل. يبقى ايه؟ يبقى مش كل شويه بقى يفطر ويروح شغل يرجع يتغدى وينام له ساعتين وبعدين اين تذهب هذا المساء، وبعدين يجيب كيلو لب وبعدين يقعد يقلب لب طول الليل يتفرج على الفيديو، وبعدين ينام يصحى الساعه 9 الصبح يروح شغل زي اللي اتسأل. مش ده اللي بيحصل؟ ولو ما ذهبش هذا المساء يذهب النادي ويلعب تنس، كل الكلام ده قاعد بقى طول النهار ويعمل في عضلاته كده طول النهار، ماشي يوقف في عضلاته ويروح الجيمانيزم ويعمل مش عارف ايه وكمال اجسام، شغلانه خايل نفسه خايل كبير، ومضيع حاجات كتير هامه في حياته. لا انت بقى لازم تغلق باب الراحه وتنتقل لباب الاجتهاد بقى مع الله فوق لنفسك، ده انت عمرك انفاسه هيعدي قبل ما تعدي منك، تلاقي نفسك فوقت عندك 50 سنه وما ختمتش القران، وعندك 60 سنه وما لحقتش ابواب الفقه كلها تعرف، وعندك مش عارف 70 سنه ولسه ما عرفتش احوال النبي ايه واحوال الصالحين ايه ولسه ما الله هتلحق امتى؟ الحق بقى. فهمت؟ تغلق باب الراحه وتفتح باب الجهد الاجتهاد، تغلق باب النوم وتفتح باب السهر. سيدنا الامام ابو حنيفه يقول لك قعد 40 سنه يصلي الفجر بوضوء العشاء، كل العلماء كده، سيدنا الامام الشافعي كان كده، مش ينام بقى بعد الفجر يصحى العصر، ما هو دلوقتي زي برضه بيقعدوا على الكمبيوتر لحد الفجر، وقبل الفجر بربع ساعه يروح نايم يضيع الفجر، ويصحى بعد صلاه الظهر. الله، لا مش كده، كان صحيح يسهروا لكن ما يضيعوش الصلاه، يسهر وما يضيعش الصلاه. ها؟
ها؟ ده علشان يبين لك أهمية صيد المطعم، لأن أنت لو أصبت مطعمك هيقل نومك، لأن الطعام الحلال بتتولد منه طاقة عايزة تتصرف في الطعام، إنما أول ما ياكل حرام تتولد منه طاقة عايزة تتصرف في المعصية. فهمت إزاي؟ فهو عايز يدلك لحلاوة الحلال الأول، فإذا برضه هتلاقي نفسك عايز تصوم وتطعم. فهمت ازاي؟ الشيخ بياخد بإيدك، يبقى كلامه الأولاني للمبتدئ، وكلامه الثاني للي هو في وسط الطريق، للي وسط الطريق اللي لسه ما وصلش بقى. فكل نصيحة بتاخد للإنسان على حسب حاله كان فيه، ده في أول الطريق ولا في وسط الطريق ولا وسط. تغلق باب النوم وتفتح باب السهر، تغلق باب الغنى عن الله وتفتح باب الفقر الى الله، تغلق باب الغنى الاستغناء عن الله بالمنصب والجاه والمال وبالخلق والاستئناس بالناس، كل الحاجات دي تغلق هذا الباب وتفتح باب الفقر الى الله والاستئناس بالله. والثالثة تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد للموت. الطموح ده، ده الطموح، شاب طموح. الطموح ده احنا عندنا ما نعرفش، ما نعرفش احنا المسلمين بيعمل في الدنيا صحيح ويجتهد فيها بيتقن عمله، بس مش علشان يبقى هو نفسه حاجة في الدنيا، لا، لأن اتقان العمل ده مطلوب، لكن هو امله في الله ان يدخله جنته، طموحه كله هو الجنه مش الدنيا. انما الوقت الطموح امور متعلقه بالدنيا. عايز تبقى ايه يا ابني بعد كده؟ يقول لك عايز ابقى مش عارف ايه، واحجز شقه في الساحل الشمالي وعماره على النيل وشقه في مدينه مصر وافتحهم على بعض. لا واخد بالك، زي مش هتحلم. كل دي امور دنيا كلها تراب هتسيبها وتعدي. لا، طموح المسلم غير كده، اعلى من كده، ابعد من كده. شوف الصحابي اللي رايح يخدم النبي صلى الله عليه وسلم علشان قعد يوظيه ونام جنب حجرته علشان بالليل يناوله الركوة يناوله حاجه، فلما الرسول صلى الله عليه وسلم لقاه كده قاعد جنب حجرته الشريفه وخدمه يومين ثلاثه، فقال له تمنى عليه، عايز بقى يرد له الجميل صلى الله عليه وسلم، فقال له انا اكلها معك في الجنه. أو ده لا عنده شقة ولا متجوز ولا عنده عربية، يعني فرس، يعني مؤيامهم كانت العربية الفرس ولا حمار حتى، ولا عنده حتى حمار، ويمكن ما كانش لابس شبشب ولا زوجة ولا حاجة خالص. والنبي بيقول له تمنى عليك، كان ممكن يقول له جوزني يا رسول الله وعيش شقة تفتح على مسجدك الشريف على الروضة، حاجة تمر الروح كده، عايز شقة تفتح على الروضة الشريف، حاجة جميلة برضه، وعايز أتجوز والجواز وحش، حلو برضه مش عيب يعني، بلاش يقول له عايز جيب فريزر وغساله كل اوتوماتيك، مش مهم، عايز الحاجات البسيطه دي البدايات. لكن شوف الصحابي طموحه فين؟ طموحه مش في الدنيا، بالرغم ان هو معهوش من الدنيا حاجه، طموحه فيما وراء الدنيا. قال له ايه؟ اريد ان اكون معك في الجنه يا رسول الله. قال له او غير ذلك، يعني ده انت يعني زودتها شويه، اخترت حاجه اقل شويه. قال لا غير ذلك، هي دي بس اللي انا عايزها، ثبت فيها. قال اذا اعني على نفسك بكثره السجود. شوف طموح الصحابي كان ازاي؟ هو ده الطموح، لان هو ده الباقي، هو ده اللي عاقل صحيح، لان الدنيا ممكن تحصلها، اول ما تحصلها تحرم منها، اول ما تحصلها تحرم منها، حتى يحرم منها مش بالموت، ممكن يحرم منها بالمرض، بعد ما كان نفسه يبقى معاه فلوس عشان ياكل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه، يجي له مرض يتجرد يقول ما تاكلش الا كذا، عيش حلو. بعد ما بقى معاه الملايين اللي يقدر ياكل كباب كل لحظه. بس ساعتها بقى ياكل عيش حلو. عيش عيش كمان. واوعى الجاتوه ده تشوف ولا تعدي جنب الشارع اللي فيه واحد حلو. بعد ما بقى معاه فلوس يقدر يجيب الحاجات دي كلها. فحرم منها وهي معاه. فالدنيا الدنيا يعني الناس يقولوا ايه؟ المتغطي للدنيا أريان. أريان. وعلامة الإفلاس الاستئناس بالناس. فشوف تغلق باب الأمل. يعني الأمل في الخلق. والدنيا من الخلق.
وتفتح باب الاستعداد للموت للامل في الله، لان الله حي لا يموت. وعشان كده لما عرضت الدنيا على النبي جبال مكه تبقى ذهب وليالي غيري في غيالي غيري تراب. قال صلى الله عليه وسلم لان غناه بالله مش غناه بالذهب. الذهب هيعدي ويخرج، لكن الله باقي دائم سبحانه وتعالى. فمن كان غناه بالله لا يزول غناه، فمن كان غناه بالذهب ذهب. هم سموه ذهب لانه يذهب. فهمت ازاي؟ وسموها فضه علشان بتنفض، وسموه دينار عشان اوله دين واخره نار، والدرهم لانه يدر الهم. شفت ازاي؟ ادي الحقيقه. وسموه مال لان الناس تميل اليه، فتصور انت ماشي مايل كده ظهرك هيوجعك. امشي الاول مستقيم. كل الناس ماشيه مايله كده عشان بتحب المال، مالت اليه. لا، استغني عنها بالله عز وجل. المعاني دي كلها بدع ولا دين؟ ده هو ده الدين. هو ده الدين بقى. يبقى فين بقى البدع اللي في التصوف؟ انا نفسي افهم. انا نفسي افهم فين البدع اللي في التصوف دي؟ انا بقالي 20 سنة بدور على بدعة في التصوف مش لاقي. مفيش الا هما بس البدع. والثالثة تغلق باب الأمل وتفتح باب الاستعداد. وكان إبراهيم بن أدهم يحفظ كرما، يعني بستان عنب يعني، لأن احنا قلنا أنه كان بيعمل من عمل يده. فمر به جندي فقال أعطنا من هذا العنب، فقال ما أمرني به صاحبه. فأخذ يضربه بصوته فتأخر رأسه وقال اضرب رأسا طالما عصى الله. فعجز الرجل ومضى. قال سهل بن ابراهيم، يبقى هم كانوا شايفين ان ايادي الخلق دي ما هي الا ايادي القدره مش ايادي الخلق. يبقى ده كان في مقام ثاني مختلف، ما كانش بينظر لفعل الخلق، ده بينظر لفعل الخالق. فبيعتبر ان فعل الخلق ده ما هو الا فعل الخالق، فلم ينظر للخلق. عارف هو لو نظر للخلق كان شتم ده الجندي ده من دور عياده، يقول له تضرب واحد قد ابوك يا مجرم. لكن هو مش شايف حد، ده هو شايف فعل الله، كان الله ارسله اليه ليؤلمه بسبب ما ارتكب، فهو شايف في نفسه التقصير. يعني هو حاسس في نفسه التقصير مش الخصوصيه، بالرغم ان هو في كمال العباده ليه النهار في الظاهر قدامنا، لكن هل هو نفسه هو معتمد على عبادته ولا شايف في نفسه التقصير؟ واحنا عرفنا منين انه شايف في نفسه التقصير؟ انه لما لقى الجندي بيضربه اعتبر ان ربنا هو اللي بيضربه مش الجندي. فهمت ازاي؟ نظرتهم للدنيا حاجه ثانيه مختلفه. يقولوا اللي يقولوا ما يجراش. وقال ان هو قبل على ايده بعد كده لما عرف، لما لقاه بيقول الكلام ده قال له انت مين؟ قال انا ابراهيم ابن ادم. طلع ان الاسم ده مشهور بس هو ما يعرفش ان هو ده ابراهيم، فاتب على يديه يقبله. ايوه. نعم. دخل الى بيت فوجد فأرا قد سقط من جرنيه وخرج من المنكسر، فلما رآه أكب الزيت وسل بوراه، فقال فسبب له زين، فقال أعلم سبب ذلك وذلك أني شمت في فلان في يوم من الأيام. إن هو دايما نفسه مع إن هو مجرد ورع، مع إن هو لو بحث على الجرنيين أكثر من صالح كان قضي الأمر فراغ والباطن هيتفيده دايما. لكن في نقطة لما تفهم على فكرة الفأر إذا مر في برميل إزاي من ناحية الفقه لا غير مرة عن الفقه. الفأر طالما حي وعدى كده وطلع حي لا ينجس الجو، لكن ينجسه إذا مات فيه، إذا مات في مكتفيه. خدت بالك إزاي؟ فلا يبقى يعني الفأر عدى على الأكل بتاعه وغيره كله ما تنجسش، لكن عدى على الأكل وغيره ومات نجسه. بس بالك ازاي؟ لان ما يفاته نجس. ده من باب الفقه يعني. وعشان كده الفأرة لو وقعت في السمن ان كان سائلا فأريق،
ماتت فيها تطريقه، ان كان جامدا ترميها وترمي اللي حواليها، لان لما اختلط الجسد دم يعني من ضرورته. لكن الله اعلم سيدنا ابراهيم ان ادم كان مذهبه بيت المقدس، ربما ظن ان الفقر كان على فم نجاته. فهمت ازاي؟ ها؟ او شعره مثلا عليه اثر نجاته لانه خارج من بلاع او خارج من مكان فيه نجاته، ربما تعتبر ان هو اختلطت النجاه. لكن لو مسكت الفرد الاول حميته ونضفته وخليته عادي على الدم وغيرك او لا تدرك ان هو اصلا عليه نجاه، لان انت ما بتعتبر فقها ما لا تؤاخذ الا باليقين او بغلبه الظن. فلو غلب على ظنك انه كان ما لهوش اي حاجه خدت بالك خلاص مفيهاش حاجه. دور عنه. لكن هم على اي حال عندهم ورع شديد رضي الله عنه وارضاه. وكان ربنا سبحانه وتعالى يعاملهم بما حتى يدور في نفوسهم تعليما له. يعني كان في واحد من الصالحين برضه يمكن اقراه، كنت قريت عليه زمان، كان احترق، كان هو تاجر عنده وكاله كبيره تجاره، فاحترق السوق كله ما عدا الوكاله بتاعته. ففرح عادي، دي حاجه فيها مشكله دي؟ كل البيوت اتحرقت الا بيتك. تفرح عادي ان بيتك ما اتحرقش. فعاقب نفسي يقول لك 40 عاما قاعد يصوم يوميا ولا يفطر. ليه؟ يقول لان لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انا فرحت عشان تجارتي نجت، طب وتجارة غيري اخواني ما اتحرقش، ازاي ما احزنش عليها زي ما احزن على نفسي؟ فاخذ نفسه حتى بهذا الخاطر. فكانوا عندهم دوام المراقبه، عندهم الاحساس بالمراقبه عالي. زي سيدنا علي، سيدنا علي وهو بيقاتل واحد، فبعد ما برزه بالسيف وعمل وبتاع وراح وقع وخلاص هيحط السيف على رقبته، قام الراجل عمل ايه؟ اتسفل في وجه سيدنا علي. فسيدنا علي راح شايل السيف من قلبه، ما رضاش يسيبه. اي واحد فينا على طول بقى والله ده هيتغلط صح ولا لا؟ ده الانسان المعتاد. لكن شوف سيدنا علي في كمال المراقبه لنفسه، الراجل نفسه جهل بيقول له لماذا عفوت عني؟ ده هو بيتنفع ليه يعني، بيبين ان هو ما زال يبغضه يعني في اخر لحظه. ام قال له لقد كنت اقاتلك لله، انا وقد بصرت في وجهي فخفت ان اقتلك لنفسي. دي حاجه ثانيه بقى، يعني بيراقب نفسه لدرجه الراجل اسلم. الراجل يعني ببركه هذه المراقبه اسلم، قال ده دين بهذه الصوره يخلي الانسان يراقب ربه حتى وهو في المبارزه، في حال المبارزه والقتال، يبقى دين عظيم قوي. مفيش اعظم، اسلم الرجل ومات على الاسلام ببركه ايه؟ دوام المراقبه. هؤلاء الناس ورثوا هذه المراقبه من الصحابه. قال سهل بن ابراهيم صحبت ابراهيم بن ادهم فمرضت فانفق علي نفقته، يعني مشي معاه شويه كده فعيش. فلما عيش صرف معاه القرشينات اللي كان محوشها في جيبه، كل الفلوس صرفها. فاشتهيت شهوه، هو بقى جعان كده بيتمثل للشفاء، قال له يا سلام لو تجيب لي اكله لحمه، نفسك لحمه. هو ما هو بقى خلاص صرف كل اللي معاه. انت لو معاه تقول له يا اخي فلتني يا اخي ده انت، لا هو بقى سيدنا ابراهيم حاجه ثانيه. فباع حماره، الحماره اللي هم معاهم لعبه الابن، باع وانفق علي تماما. فلما تماثلت قلت يا ابراهيم اين الحمار؟ فقال بعناد. فقلت فعلى ماذا اركب؟ فقال يا اخي على عمر. فحملني ثلاث منازل. شفت الحلاوه؟ المقام ده يسموه مقام الفتوة. المقام ده يسموه مقام ايه؟ الفتوة. يقول لك فريد شوقي افتوى في الشاشة. مش فاهمين. الفتوة عند الصوفية مختلف. الفتوة عند الصوفية هي بذل. بذل القوت الضروري للنفس مع كمال طيب النفس وعدم المنة. يعني دي الفتوة الصحيحة، دي القوة الصحيحة. شوف القوت الضروري تبذله لغيرك لطيب نفس، مش تحس انك ضحيت، لا ده طيب نفس، ولا كأنك ضحيت ولا عملت حاجة. وبعدين كمان ما تعيروش ولا تشعر انك عملت كده، ولا حتى تشعره انك عملت كده. هي دي بقى القوه الصحيحه، بيسموه الفتوه. ده مقام عالي على فكره، مش كل الناس تعرف توصل له، عايز مجاهده شديده. انت
فانت حتى مع اولادك يمكن ما تقدرش تبقى بتوي. شوف مع اولادك مع كمال شفقتك لاولادك، حتى مع ابيك وامك مع كمال برك بهم. يمكن لو جاء ابوك عي وقعد صرفت اللي وراك واللي قدامك وبعت عربيتك وعملت له كل حاجه، وبعدين في الاخر برضه انت بتقعد تفضفض له كده تقول له ده انا بعت كل حاجه ومش لاقي امشي ومش لاقي بابا ومش لاقي، تقعد بقى حتى تفضفض له؟ لا، هم لا ولا يجيبوا فيه. شوف دي مقام يسموه ايه؟ الفتور. بيوصلوا له بمقام بكثره المجاهله وقتل النفس، والنفس لا تقتل، لان اللي بتشتكي للنفس، خد بالك، لو النفس ماتت مفيش شك، طول ما نفسك صاحيه هتشتكي وتفلفص ويقول لك يا اخي سيبنا فلفص. ما بيفلفص ليه؟ لان نفسه لسه عايزه تفلفص، لسه فيها الروح وفيها القوه. انما اول ما النفس تموت لا عايز يفلفص ولا عنده بتاع ولا عادي عادي خالص ماشي. هي الارض اللي الناس ماشيه عليها دي بتقول لك سيبنا فضفض لاحسن، ده انا عليا اقدام ناس راح بيا طول النهار وقفلني كفايه عليا كده، ولا ما بتفضفضش؟ ما بتفضفضش، ربنا خلقها كده الناس كده هتعدي خلاص راضي ومتطيب. كذلك اللي قتل نفسه يصبح طريق موصل الى الله ولا يهم الاقدام اللي تسير عنه. بس ده خالص ولا ينظر اليه لانه نظره لله عز وجل. أبو الفيض ذنون المصري رحمه الله، نفعنا الله بعلومه وبأسراره وجزاهم الله عنا خير. مصري بقى نتكلم، احنا في مصر بقى نتكلم عن ذنون المصري، مدفون هنا في القرار رضي الله عنه وأرضاه. واسمه ثوبان بن إبراهيم، وقيل الفيض بن إبراهيم، وأبوه كان نوبيا. نوبي يعني بمعنى أسود، بمعنى أسود، نوبي ولوبي باللام والنون الاثنين. توفي سنة 45 و200، فائق في هذا الشأن يعني متفوق لا نظير له في الشأن اللي هو شأن التفوق له، وأوحد وقته علما وورعا وحالا وأدبا. سعوا به الى المتوفي، غاروا منه، اصله كان يقول حاجات غريبه. علماء عصره اللي هم علماء بقى الشريعه اللي ما تربوش هذه التربيه وقتلوا انفسهم، كانوا يغيروا منه يقول كلام هم ما شافوش في الكتب، فحسوا ان الناس هتنفض عليه ليه وتنفض من حولهم وتروحوا. فعملوا وشايه كده عند المتوكل، وكان هو الخليفه ساعتها في بغداد، فامر ان هم يقبضوا عليه جنود. فاستحضره من مصر، فلما دخل عليه وعظه فبكى المتوكل ورده الى مصر مكرما. وكان المتوكل اذا ذكر بين يدي اهل الورع يبكي ويقول: اذا ذكر اهل الورع فحيهلا بذنون. يعني ذنون ده اعلى واحد بالنسبه له منتقدي. وكان رجلا نحيفا فعلوه حمره ليس بابيض اللحيه. تملي حال العباد والزهاد ابن حاتم، تملي كده حالهم لان كانوا ياكلوا قليل. لكن مش معنى كده لازم علامه الولي يبقى نحيف يعني، لا، في بعض الاولياء احنا شفناهم كانوا برضه السنة عندهم سنه مفرطه واولياء ما يدورش. ما هو ربنا افتح كل واحد افتح احوال عباده عشان ما تبقاش في علامه مميزه لازم هي تبقى، لا، ربنا يريد ان يستر كل العباد. لكن غالب حال الاولياء تلاقيهم عندهم نحافه بالذات الابدان. وكان رجلا نحيفا تعلوه حمره ليس بابيض اللحيه. سمعت احمد بن محمد يقول، سمعت سعيد بن عثمان يقول، سمعت ذنون يقول: مدار الكلام على اربع: حب الجليل وبغض القليل واتباع التنزيل وخوف التحويل. شوف يجيبوا كلامه تحس انه ما سمعوش من حد. يعني احنا لما بنقعد مع الناس بنبقى حافظين كلمه من هنا على كلمه من هنا على كلمه من هنا، ونمشي امور ونخلص الموعظه والخطبه، صح ولا لا؟ معظم الناس كده. او يجيب لك ايه من هنا على حديث من هنا على كلمه سمعها من هنا على كلمه محضره من هنا على بيت شعر حافظ من هنا، ويحط كده تطلع خطبه جميله حلو الحمد لله عشان تتعدى بيها الفرق. هم ما كانوش كده.
هم كانوا يقولوا الكلام كده بالسجين، ويبقى قاعد مش عارف هيقول ايه، يعني حتى لما بيبقى قاعد مش مرتب هيقول ايه، ربنا هو اللي يجري على لسانه ما شاء. مدار الكلام على اربع: حب الجليل سبحانه وتعالى، وبغض القليل اللي هي الدنيا، وما متاع الحياه الدنيا الا قليل، وما متاع الحياه الدنيا الا ايه؟ الا قليل. يبقى حب الجليل هو الله سبحانه وتعالى، وبغض القليل اللي هي الدنيا، واتباع التنزيل اللي هو القران، وخوف التحويل اللي هو عدم امن مكر الله، لا يركن الى المقامات والاحوال ولا الى الكرامات ولا الى ما كان فيه من منازل الطاعه والعباده، لانه يخاف من تحول هذا كله، فلا حول ولا قوه الا بالله. فتملي خائف وجل. سمعت محمد بن الحسين رحمه الله يقول، سمعت سعيد بن احمد بن جعفر يقول، سمعت محمد بن احمد بن سهل يقول، سمعت سعيد بن عثمان يقول، سمعت ذنون المصري يقول: من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. يبقى من علامات المحب لله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني في الأقوال والأفعال والأخلاق والسنن كله. وسئل ذنون عن السفلة فقال: من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرف. هما دول السفلة. ولا تعلموا السفلة أولاد السفلة إيه؟ العلم. مش كده برضه؟ السفلة اللي هم لا يعرفوا الطريق إلى الله. من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يتعرفه. يعني هو لا يعرفه ولا يحاول أن يتعرفه. ولا عايز. ربنا ينجينا. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: حضرت مجلس ذنون يوما وجاءه سالم المغربي فقال له: يا ابا الفيض، ما كان سبب توبتك؟ ايه سبب الجذبه بتاعتك اللي خلتك كده من الغفله للانتباه والتوبه؟ انت شفت سيدنا ابراهيم بن ادم كان السبب الهاتف اللي سمعه. طب هنا بيقول له ايه؟ ما كان سبب توبتك؟ قال: عجب لا تطيق، شيء عجيب ما تتحملوش. قال: بمعبودك الا اخبرتني. فقال ذنون: اردت الخروج من مصر الى بعض القرى، فنمت في الطريق في بعض الصحارى، ففتحت عيني فاذا انا بقنبره عمياء سقطت من وكرها على الارض. قنبره يعني طائر صغير اعمى، بص لقاه وقع من الوكر بتاعه على الارض، فانشقت الارض فخرج منها سكرجتان. سكرجتان اللي هي طبقين صغيرين اللي بيحطوا فيها النشهيات، عشان كده في حديث الترمذي: لم ياكل النبي في سكرجة قط. الحديث كده برواية الامام الترمذي في الشمائل: لم ياكل في سكرجة قط، يعني نشهيات. خدت بالك؟ يعني النبي ما كانش ياكل حاجه تفتح النفس الشهي، واخد بالك ازاي؟ سكرجة اللي هو الطبق الصغيرة اللي بتحطها في المطعم قدامك كده قبل ما يجيب لك الوجبة الأساسية عشان تفتح شهيتك، اللي هي الشلطات الصغيرة كده، يجيب لك بابا غنوج، يجيب لك مش عارف طحينة، سلطة طحينة، سلطة زبادي، شوية طماطم مقطعين بطريقة معينة، حاجات كده عشان تفتح شهيتك سيادتك، تقوم إيه لما تيجي تاكل تمام وتروح تنام أربع ساعات. ياخد بالك ازاي؟ دي اسمها سكرجة. فالراجل سيدنا ذنون بيقول ايه؟ بيقول: فإذا أنا بقنبرة عمياء، يعني طائر صغير أعمى وقع من وكره، سقطت من وكرها على الأرض، فانشقت الأرض فخرج منها سكرجتان، يعني وعاء صغير كده، إناء صغير، إناءين، إحداهما ذهب والأخرى فضي، وفي احداهما سمسم وفي الاخرى ماء، فجعلت تاكل من هذا وتشرب من هذا، فقلت: حسبي قد شكر. عرف بقى ان في مدبر للامر، يبقى ربنا جذبه بشيء حس واضح. دعك من تدبيرك لنفسك واذهب الى تدبيري اليك.
فكما دبرت امر القنبرة العمياء ادبر امرك فلا تهتم الا بي. كانه بعث له الرسالة كده. فهو سمع الرسالة دي خلاص تاب من التدبير والهم الى الرضا واليقين. يبقى هرب من التدبير والهم الى الرضا واليقين. فقلت حسبي قد تبت ولزمت الباب الى ان قبلني الله عز وجل. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت علي بن عمر الحافظ يقول، سمعت ابن رشيق يقول، سمعت ابا دجانة يقول، سمعت ذنون يقول: لا تسكن الحكمة معدة ملئت طعاما. تمام. الحكمة هي كل علم يوصل الى الله. ده تعريف حلو كده للحكمة. كل ما وصل الى الله حكم. يبقى اي علم يوصل الى الله حكم. خلاص. واي علم يبعد عن الله اللي تقع. واخد بالك؟ لا تسكن الحكمة معدة ملئت طعاما. معدة لا تسكن الحكمة معدة ملئت طعاما. يعني الشبع، اياك والشبع واياك والجوع. فرب محمصة شر من التخم. نعم. الجوع الشديد يبعد، والتخمة الشديدة أيضا تقلل العبادة لأنها تكسب من النوم. خليك كده معتاد عادي. إذا أكلت لا تشبع ولا تأكل إلا إذا جوعت. تبقى إنسان سليم كده جميل. إنما تدخل الطعام على الطعام تكسر النوم. تجوع نفسك زيادة وتقول علشان أبقى صوفي ويبقى لونك شاحب ومش قادر تتحرك. لا ما كانوش كده. ولا هيعرف ما كانوش كده، ولا هتعرف تعرض ولا تحت القرآن ولا تسمع ولا تحدث درس علم وحيث الملوك، وفي الآخر تموت بدري بس. مش هتوصل. إن هذا الدين متين تعود فيه بس، فإن المنبت لأرض انقطع ولا رحمة. وسئل ابن نون عن التوبة فقال: توبة العوام. خد بالك إن العوام عند الصوفية مختلفة عن الباقيين. الفقهاء أما يقول لك العوام يقصد الناس اللي قاعدين على القهوة. والصوفي لما يقول العوام يقصد الفقيه. خد بالك دي حقيقه في كل كتابهم كده. العوام اللي هم اشتغلوا بعلم الظاهر ولم يشتغلوا بتاديب المفيد. فامتنعوا عن الحلال وعن الحرام، امتنعوا عن الحرام ويفعلوا الطاعات. خد بالك دي العوام عندهم. لكن بلا تحقق ما زالت نفسه حيه. ما زال بيعمل من اجل نفسه. من اجل شهوات يغضب ويتريق على الناس وشايف نفسه وشايف في الخصوصيه ومتعلق بالدنيا وعنده طول امل وعنده حرص على امور معينه لكنه فقير. ثلاث معاوين. خدت بالك ازاي؟ توبه العوام تكون من الذنوب وتوبه الخواص تكون من الغفله. يعني المرحله بعد الذنوب. وتوبة خواص الخواص تكون من رؤية العمل في العمل. بس بالك يبقى كل واحد يشوف حسب ايه احساسه. علشان كده نفس ذي النون المصري لما سألوه عن علامة الإخلاص قال ايه؟ الإخلاص العلامة ثلاث حاجات. علامة الإخلاص عشان لو تتوفر فيك تبقى انت مخلص في نظر ذي النون المصري. علامة الإخلاص ثلاث حاجات. استواء الذم والمدح من العامة. دي أول حاجة. استواء المدح والذم من العامة. ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال. ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال. ونسيان اقتداء ثواب العمل بعد العمل. نسيان ايه؟ اقتداء ثواب العمل بعد العمل. لا اقتداء اقتضاء اقتضاء بالضبط كده من حروف التفخيم تصدى تنتظر. نعم. اقتضاء ثواب العمل بعد العمل. يبقى أول واحدة استواء المدح والذم من العامة. يعني لا يترك الحرام مخافة ذم الناس
ولا يفعل العمل طرفا لمدح الناس، ادي معنى، لكن بيعمل لله ويترك لله ويستوي عنده المدح والذم سواء. ثاني حاجه نسيان رؤيه العمل في العمل، لانه لا يرى الا منه الله عليه اثناء العمل، فلا يرى نفسه عاملا اصلا، ولكن يرى الله ذاكرا نفسه على لسانه، فلا يرى من نفسه منا ولا كان. ثالث حاجة نسيان اقتضاء ثواب العمل بعد العمل، لأن سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يكفي أن الله ذكر نفسه على لسانك فتطلب أجرا بعد ذلك؟ يكفي أنه أكرمك بهذا وجعلك من أهل ذكره وغيرك كثير من أهل غفلته، فهمت ازاي؟ يكفي هذا، فلا تنظر ولا تنتظر ثواب للعمل لأنك لم ترى نفسك عاملا أصلا، فهمت ازاي؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونقف على سيدنا أبو علي الفضيل بن عياض إن شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم افتح لنا وافتح بنا وافتح علينا، يسر أمورنا ويسر عيوبنا، سلمنا مما يرضيك آملا، وفقنا لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على صلاتنا وتحريماتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلومات الكرام ذات الكلمات إنما ذكرت الذكرون قمرا